الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق شيروان ميرزا عن وجود إصرار حكومي على إبقاء سعر صرف الدولار الحالي لمدة أخرى، وقال ميرزا إن هنالك قرارا رافق قرار الحكومة بشأن تغيير سعر صرف الدولار يخص أصحاب ذوي الدخل المحدود كزيادة رواتب وشمول العوائل بالرعاية الاجتماعية وزيادة مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن دعم الموظفين، إلا أن الحكومة لم تنفذ أي عمل أو قرار سوى خفض قيمة الدينار، مؤكدا أن هناك توجها لإبقاء هذا السعر لمدة 3 سنوات أخرى. اعترفت هيئة التصنيع الحربي في العراق بوجود عرقلة متعمدة ضد إحياء هذا القطاع، وأقر رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي بعدم وجود إرادة حقيقية من القائمين على القوات المسلحة من وزراء وقادة لتوطين الصناعة العسكرية وحفظ الاقتصاد العراقي من تبذير العملة الصعبة في ملف استيراد الاحتياجات العسكرية. وأضاف الدراجي أن هناك عراقيل متعمدة لإحياء قطاع الإنتاج العسكري، رغم ما سيسهم ذلك من تقليل الاعتماد على الخارج، خصوصا فيما يتعلق بالذخائر وعربات الجيش العسكرية. أعلنت هيئة الأوراق المالية العراقية عن ارتفاع الأسهم وانخفاض قيمتها خلال الفصل الأول من العام الحالي 2021، وذكرت الهيئة أن عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بلغ 103 شركات في نهاية الفصل الأول من العام 2021، وأوضحت أن الفصل الأول شهد ارتفاعا في الأسهم المتداولة لتبلغ 133 مليار سهم مقارنة مع 72 مليار سهم للفصل الأول من عام 2020، فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة 26% ليبلغ ما يقارب 84 مليار دينار مقارنة ب 115 مليار دينار خلال الفصل الأول من عام 2020. أعلن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية مهدي مير أشرفي أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية بلغ في غضون الأشهر الأخيرة 110 ملايين و300 ألف طن، وبما يعادل 63 مليارا و100 مليون دولار. وأوضح أشرفي أنه وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الجمارك فإن وجهة الصادرات الإيرانية وبحسب التسلسل كانت إلى بلدان الصين بنسبة 9 مليارات و100 ألف دولار، والعراق ب6 مليارات و100 مليون طن، وتركيا ب3 مليارات و800 مليون دولار. هذا وتتهم لجان اقتصادية مختصة عن طهران بأنها تعمل على تعطيل الصناعة والزراعة في العراق لغرض إبقائه سوقا لبضائعها والتي في مجملها تكون رديئة. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعاً في الصادرات العراقية النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 245 ألف برميل يومياً كمتوسط المعدل خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقرير لها إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغ 5,555,000 برميل يومياً، مرتفعاً بمقدار 113,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,442,000 برميل يومياً. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 245 ألف برميل يومياً مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه. ختام الموجز، إلى اللقاء.